بنتظر الله يبارك لك وأنت أيضا يا محمد. ننتظر قليلا دخول البقية ثم نبدأ. مرحبا أشواق، أي سؤال أي استفسار مرحبا بكم جميعا. شكرا يا هوية، شكرا، هذا من دواعي سروري. وفي الحقيقة نعتذر منكم في حصتين، في الحقيقة الحصة الأولى لم نتمكن لظروف تقنية حتى العنادة نبهت لهذا، والحصة يوم الأربعاء كانت الحقيقة عندي ظرف طارئ أمام مادية في آخر لحظة. نعتذر منكم وإن شاء الله نعوض اللي فات، وإن شاء الله دائما نكون على أحسن حال. شكرا يا خلود، شكرا للجميع. إذا نبدأ الآن مع المراجعة البسيطة دي لما قمنا به خلال أول لقاء. وأول لقاء كنا عرفنا بإدارة الموارد البشرية من خلال ماذا؟ من خلال هدفها ووظائفها. ولعلنا نذكر بعضنا الآن بهذا الهدف. ما هو هدف إدارة الموارد البشرية؟ من يذكرني من الإخوة والأخوات؟ ممتاز يا بشرى، أحسنتي. إذا هدف إدارة الموارد البشرية هو وضع الفرد المناسب في المكان المناسب، وهذا ما يعبر عنه بالتحقيق مبدأ الكفاءة. إذا توفير الكفاءة المناسبة للمؤسسة، والكفاءة تعني التقاء قدرات الفرد مع متطلبات الوظيفة. ثم قلنا أن هذه العملية بدور تقول هل هذه الأهمية أو الهدف؟ سؤال جميل، هل هي الأهمية أو الهدف؟ في الحقيقة لو نقول لك أنا يا بدور، ما هي أهمية السيارة؟ شو تجاوبني يا بدور؟ ما هي أهمية السيارة؟ بدور، أنتظر الإجابة. هو يقول وسيلة نقد. بدور قلت سؤال، ما هي أهمية السيارة؟ قالت هي أنها وسيلة نقل. ولو نعم، لو سألتك يا هوية ويا بدور، ما هو هدف السيارة؟ هدف السيارة هل الراحة؟ هل صنعت السيارة حتى حتى تنقلني؟ فهي وسيلة نقل وهدفها أن تنقل. إذا أهمية الشيء هو في تحقيق أهداف. إذا لا يوجد فرق بين أهمية وهدف. إذا أهمية الشيء هو في تحقيق أهدافه. إذا ما هي أهمية الموارد البشرية؟ أهمية الموارد البشرية أن تحقق الهدف التي من أجله وجدت، ألا وهي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ممتاز. إذا لكن قلنا أن العملية ليست بتلك السهولة. لماذا؟ لأنه عنصرين لسببين اثنين. شو السببين؟ هذا من الاثنين ذكرناهم، أنه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ليست بتلك السهولة. يلا مين يستحضر؟ نعم، أحسنت يا بشرى، باختلاف الأشخاص. برافو بشرى، أعطتنا الاختلاف وقالت ظاهريا وباطنيا. ممتاز. إذا الأفراد يختلفوا باطنيا وظاهريا. نعني بالاختلاف الظاهري هو الاختلاف الواضح الملموس، والذي يمكن أن نراه من خلال تصفح وقراءة السيرة الذاتية لكل شخص. نعم يا بدور، أحسنتي. أما الاختلافات الباطنية وهي العميقة، وهي التي يصعب علينا في الحقيقة اكتشافها، نعم يا بدور، مثل المشاعر والأحاسيس وشخصية الشخص وقدراته، نعم يا ريما، قدراته العقلية،
أخلاقه وقيمه، هذه أشياء صعبة صعبة جدا، لا يمكن اكتشافها بسهولة. إذا الأفراد يختلفوا من الظاهر ومن الباطن، نعم يا شاهد، ولكن أيضا الوظائف يختلف. كيف تختلف الوظائف؟ أيضا فيها نوعين من الاختلافات. نعم بشرى، أحسنتي من حيث المستوى والاختصاص، برافو عليك بشرى، جبتها من الآخر، من حيث المستوى ومن حيث الاختصاص. نعم يا نوياء، نعم محمد عبر عليها بطريقة أخرى جميلة، عموديا وأفقيا، وهي تعني نفس الشيء، من حيث المستوى ومن حيث الاختصاص. برافو عليكم، ما شاء الله عليكم، مجموعة رائعة ورائعة جدا، يسعد الإنسان إنه يكون معاهم حقيقة، تفاعلات تنشط وتحمس. ونمشي لنقطة أخرى، قلنا هذا هدف إدارة الموارد البشرية، فما هي وظائف إدارة الموارد البشرية؟ لها وظائف عدة وعددناها، وقلنا أنه أول وظيفة هي ماذا؟ هي تحليل العمل. نعم ميمونة أحسنتي، إذا من تحليل العمل، ما المقصود بتحليل العمل؟ ما المقصود بتحليل العمل؟ بعدين نمشي لتخطيط القوى العاملة يا شاهد. تحليل العمل هو ماذا؟ هو تحديد، تعرف عن الخمسة، تعرف عن الخمسة والمهام، نوف أحسنتي، أحسنتي بشرى، شاهد، دلوى، نعم تعرف عن الخمسة والمهام. نعم، مش قلنا احنا انه هدف إدارة الموارد البشرية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، صح ولا لا؟ يلا جاوبوني، صح ولا لا؟ صح، برافو يا بشرى. إذا قلنا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هل نبدأ بمعرفة الأشخاص ولا بمعرفة الأماكن المناسبة؟ من أين نبدأ؟ نبدأ بالشخص ولا بالمكان؟ نعيد بدور، قلنا أنه هدف إدارة الموارد البشرية هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. هل نبدأ بمعرفة الشخص المناسب أو بمعرفة المكان المناسب؟ كلكم جاوبتوا وقلتوا الشخص المناسب. لا للأسف، لا، نبدأ بمعرفة المكان. نعم يا خلود، نعم يا بوجرة، نعم يا رنان، نبدأ، نعم محمد أحسنت، لابد أن نعرف الوظيفة، لابد أن نعرف متطلبات الوظيفة، ثم نجد، ثم نبحث ونحاول أن نجد الشخص الذي يتماشى مع متطلبات الوظيفة. إذا لابد أن نعرف الوظيفة، كيف نعرف الوظيفة؟ هذا من خلال الوظيفة الأولى التي ذكرناها، ألا وهي ماذا؟ تحليل العمل. إذا تحليل العمل يمكننا من تحديد ماذا؟ متطلبات الوظيفة. ولعل منكم من هو الآن بصدد العمل في شركة من الشركات أو حكومية وغيره، ولعله أول يوم في دوامه استلم ورقة، الورقة هذه تسمى بماذا؟ بالجوب ديسكريبشن. من منكم حصل في يده مرة الجوب ديسكريبشن؟ أحمد، نعم أحمد عنده، أخذ الجوب ديسكريبشن. محمد ولا أحمد؟ أحمد. الجوب ديسكريبشن هو ماذا يا أحمد؟ ما أنا أحمد الوحيد اللي، ربما نتكلم على اللسان. احمد جوب ديسكريبشن هو ماذا؟ راح احمد. جوب ديسكريبشن هو ماذا؟ هو توصيف الوظيفه، اللي هو بطاقه هويه الوظيفه، حتى تعرف. نعم احسنت يا وياه، هو توصيف وتفصيل مهام الوظيفه. احسنت يا وياه، معناها ما هو شغلك؟ ما هي مسؤولياتك؟ واين تقف مهامك؟ هذا كيف نصل له توصيف الوظيفه؟ نوصل له عن طريق تحليل العمل. نمر، ما هي الخطوة الثانية في، أو ما هي الوظيفة الثانية؟ هي تخطيط القوى العاملة. نعم تخطيط القوى العاملة، كلمة جميلة، ما المقصود بها تخطيط القوى العاملة؟ هل نعمل بطريقة عشوائية أو نخطط للمستقبل؟ شو رأيك، عشوائية أو نخطط؟
إذا شاهد صار حدود عام، لابد أن ينخطط، لابد أن تكون عندنا نظرة مستقبلية لكيفية تطور الشركة وكيفية تطور مواردها البشرية، صح ولا لا؟ فبالتالي نتجنب ماذا؟ شو الفائدة إنه يكون عندك خطة في الموارد البشرية؟ مين يجاوبني على السؤال هذا؟ اللي يجاوبني على السؤال هذا نعطيه بونس معنوي، نعرف إنه ليست لدي القدرة إنه نعطي بونس، لكن نعطيه بونس معنوي. ما فائدة الوصول للهدف خلود تقول؟ العمل يكون منظم سارة. خلود تقول عيد السؤال، ما فائدة إنه يكون عندنا خطة للقوى العامة، خطة للموظفين؟ نلبي احتياجاتها، تجنب الفشل في إجابة جميلة اللي هي تلبية الاحتياجات، قالتها شيماء، لا مين تلبية الاحتياجات؟ مرت علي وما شفتها. نوف أيضا تقليل الأخطاء، تحقيق الأهداف، جمال، المتغيرات المستقبلية لمواجهة، نعم عبد الرحمن إجابة جميلة لمواجهة المتغيرات المستقبلية. عبد الرحمن البونس المعنوي أنت قريب منه، لكن لا تعطيني ما هي التغيرات المستقبلية المتوقعة نتكلم عليها. أوه عزيزة هي اللي تستحق البونس المعنوي، برافو يا عزيزة، إجابتك صحيحة، هي معالجة الفأر والعجز، ويشاركك في الإجابة ضحى ويوسف. إذا نعم في الحقيقة هو برافو، برافو عليكم، برافو، ممتاز، أحسنتم. إذا هو التخطيط يمكننا من تحديد احتياجاتنا، تلبية احتياجاتنا من الموارد البشرية، بحيث نتجنب وضعيتين أساسيتين، هي إنه إما نكون في وضعية فائض، فبالتالي عندنا موظفين زيادة، نتعرفوا فيه رواتب زيادة وخسارة للشركة، واما انه نكون في وضعية عجز، وبالتالي يكون عندنا نقص في الموظفين والعمل لا ينجز بالطريقة الجيدة، وهي ايضا وضعية سيئة وسيئة للغاية. نعم هو يكون مناسب مع مقومات المنظمة. هيجر دخلت في الخط وتقول اريد ملخص معتمد. هيجر نقول لك انه لا يوجد ملخص معتمد وتابع معنا وربي يوفقك. نمشي للوظيفة الثالثة اللي هو الاختيار والتعيين، وظيفة مهمة ومهمة جدا. شو رأيكم في الاختيار؟ صعبة الوظيفة هذه ولا سهلة؟ من كان منكم في وضعية انه يختار موظفين؟ هو اللي وجد نفسه ايضا في وضعية انه يختاروه ايضا للشركة. صعب جدا، صح ولا لا؟ انا احمد، ما شاء الله احمد، برافو احمد، حقيقة يعطينا الإضافة الميدانية. أحمد، وضعية الاستقطاب سهلة ولا صعبة؟ لماذا صعبة؟ لماذا؟ هل من السهل أن تختار الشخص الأمثل بسهولة، تجد من تبحث عنه؟ برافو بشرى، أحسنت، ببساطة بسبب الاختلافات، خاصة الاختلافات. نعم أحمد، لأنه البشر عندهم غموض، نعم لأنه مثل ما قلنا الاختلافات الباطنة عميقة وعميقة جدا، ولا يعلمها إلا المولى عز وجل. نمشي للوظيفة الأخرى اللي بعدها اللي هي تصميم هيكل الأجور، إذا أيضا وظيفة مهمة. نطرح عليكم سؤال، ما هي أهمية الأجور؟ الوظيفة هذه سهلة ولا صعبة؟ شو رأيك؟ أيضا أحمد يقول صعبة، لأنه تخيلوا معايا لو يكون عندك فرق في الرواتب داخل الشركة، هل الوضعية تتقبل بسهولة أو تسبب الكثير من هي وضعية صعبة، ولابد أن نكون قادرين على تفسير تلك الفروقات في الرواتب باستخدام معايير موضوعية. تخيل لو انت مدير ويدخل عليك موظف يشتكي من الفرق في الراتب بينه وبين زميله، وانت غير قادر على تفسير ذلك، شو شعورك؟ شو شعورك لما يدخل عليك موظف ويقول لك انه والله راتبي ليش اقل من زميلي، وانت ما عندك معايير اصلا موضوعيه تشرح بها رايك؟ راح تقول له بدور، يقول لك بس كل شخص حسب قدراته،
هل تكفي إجابة كل شخص على قدراته حتى تبدأ من الرابع ذلك الشخص وتقنعه؟ يكفي إنه تقول له لا كل واحد وشغله؟ لا، لابد إنه إيه؟ أحمد يقول للأسف موجودة كثير، نعم، وبالتالي لابد إنه الشخص يكون قادر على إثبات الفرق بطرق ومعايير دقيقة كمية، وهذا اللي سوف نتطرق إليه إن شاء الله في لقاءات أخرى. نمشي إلى وظيفة أخرى اللي هي تصميم أنظمة الحوافز، ما الفرق بين الأجور والحوافز؟ عادة الأجور لما نتكلم على الرواتب هي ثابتة، والحوافز هي ماذا؟ هي الجانب المتغير في الرواتب، مثل ما قالت أحد الأخوات، من كل مجتهد نصيب، حتى لو كنا في نفس الدرجة، حتى لو كنا في نفس المستوى ونفس الشهادة ونفس الراتب الأساسي، ولكن إذا كنت أعمل أكثر فبالتالي من حقي أنه يثمن ذلك الفرق من خلال أيضا فرق في مستوى الحوافز. نعم ميمونة، الحوافز تعطي لفريق تميز، نعم تشجعه، يا نعم أحسنت. أحمد يقول كلها أرزاق، متفقين أحمد كلها أرزاق، لكن هل نترك العملية باعتباطية للصدفة ونقول كلها أرزاق؟ لابد أن نخطط، لابد أن أعقلها وتوكل، قم بالعليك، حرص، استعمل كل الأدوات ثم توكل على المولى عز وجل. نمشي إذا للوظيفة اللي بعدها اللي هي أنظمة المزايا وخدمات العاملين. نعم أيضا هناك مزايا وتأمينات وغيره، أيضا هي من وظائف الموارد البشرية. نعم أحسنت، شاهد تقييم الأداء. تقييم الأداء أيضا، شوفوا الوظائف هذه في الحقيقة وظائف الموارد البشرية، بالنسبة للشخص اللي ربما عمل في قسم الموارد البشرية أو هو موظف يعلم أن الوظائف هذه حساسة وحساسة للغاية. فتخيل معي أنه أيضا مدير ويكون تقييمك للموظفين مختلف، صعب جدا، صح ولا لا؟ فكيف تبرر تلك الاختلافات؟ في من المدراء من يوجع ما يوجع راسه ويعطي للناس كل نفس التقييم، هل تشوفوه عادل هذا؟ احسنت يا احمد، كي بيرفورمانس انديكيتورز، برافو عليك. هل من العادل انه تعطيهم الكل فول مارك وتريح راسك؟ ويدخل غير عادل طبعا، لا. بالتالي حتى انه اذا اعطيتهم الكل درجة كويسة فأنت غير عادل، لأنه تظلم المجتهد وتريح الشخص اللي غير مستعد، وبالتالي ترسي ثقافة التوكل، مش التوكل، التواكل والاعتماد على الغير، وبالتالي ترسي لثقافة سلبية. لا أحسنت يا أحمد، برافو عليك، ثنائي جميل جدا. يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم أحسنت، والعلم دون عمل لا يساوي ولا شيء، إذن العلم الحقيقي هو الذي يصاحبه عمل. نمشي للوظيفة الثانية، التدريب. وظيفة رائعة جدا التدريب، وظيفة من أروع الوظائف، هي اللي تخلي الشركة تتطور، لأنه تطور الشركة من تطور كفاءاتها وقدرات موظفيها. الوظيفة التاسعة، تخطيط المسار الوظيفي، أيضا وظيفة جميلة جدا. ما معنى تخطيط المسار الوظيفي؟ نعم أحسنت يا هوية، برافو، هي رسم خطوات، نعم يا بدور، أحسنت. النقل والترقيات، نوف، تخطيط التحركات، ريما، محمد النقل والترقية، ريهام تخطيط التحركات، فردوس تخطيط الحركة الوظيفية، نعم، خلود تخطيط الوظيفة. شاهد تقول التدريب هي التدريب وظيفة لحالها، نوف ترقية وتدريب. في الحقيقة التخطيط الوظيفي جميلة جدا، إنه من أول يوم داخل الشركة يعلم الشخص بوضوح ما هي آفاق الوظيفة التي يعمل فيها، التي هو موجود فيها، ما هي آفاقها، ما هي بعد سنتين من الآن. نعم أحسنت يا بشرى، إيش دوره في المستقبل بعد سنتين من الآن؟
ما هي الوظيفة التي سوف يكون فيها، ما هي الدرجة التي سوف يكون فيها. إذا عنده خطة واضحة. ما أهمية ذلك؟ ما أهمية أنه أن تكون لكل شخص خطة وظيفية واضحة داخل الشركة من أول يوم، تعرف بالضبط ما هو مستقبلك في الشركة؟ هل هذا مهم ولا لا؟ إذا المهم أين تكمن الأهمية؟ وين الأهمية بالضبط؟ نعم، يشعر أحسنت يا شاهد بالراحة والاستقرار. أحمد يقول يرتاح الموظف يطور نفسه، تعرف اللي ليك واللي عليك، الاستقرار الوظيفي ينمي الشركة. نعم أحسنت. إذا النفس البشرية تبحث عن الاستقرار، وكل غموض يزعزع ذلك الاستقرار، فبالتالي لابد أن تكون الصورة واضحة حتى أشعر بالأمان الوظيفي وأعطي كل ما لدي وأطور من نفسي وأطور من الشركة. نعم أحسنت يا قمر، إجابة جديدة. كان يكون لديه اتجاه محدد، نعم هدف محدد، ريم الراحة. نعم محمد يقول يطمع إلى وظيفة أعلى، ممتاز. نمر الآن للمحاضرة الثالثة على طول. وفي المحاضرة الثالثة يطرح الكاتب سؤال جميل جدا، يقول هل إدارة الموارد البشرية هي مركز ربحية أو مركز تكلفة؟ فما هي إجابتكم على هذا السؤال؟ وسيدخل مركز ربحية، بشرى ربحية، عبد الرحمن، دحاء تقول أن لديها عائد مادي، إذا كل تتفق على أنها لها عائد مادي، عائد مادي، لكن سؤال في المدى القصير ولا المدى بدور يقول كله، وفي من يقول بعيد. لماذا في المدى البعيد؟ قبل ما نرجع البذور عندما قالت كل، لماذا قلتم على المدى البعيد؟ بشرى تقول في الحاضر والمستقبل لأنه عائد مادي. كيف يظهر ذلك العائد المادي في المدى البعيد؟ أين يظهر؟ ما هي الأشكال التي يأخذها؟ حسب عمر الشركة. الميزانية السنوية بالاستثمار في العنصر، برافو أحسنت يا رنا، برافو. إذا هو في الحقيقة هناك استثمار في العنصر البشري. أحمد يقول أن الموظفين بعد تطور أدائهم يرجع الإيرادات على الأداء، إذا أحسنتم، إجابة رائعة. لأنه يدخل سوف يستمرون مع الشركة، معهم يطورون أنفسهم، جميل جدا. هو في الحقيقة استثمار في الموارد البشرية، وأي استثمار في الموارد البشرية، في القدرات، في طريقة التفكير، في الشخصية، في الدقة، في التمكن، في الإبداع، في الابتكار، كل هذا سوف يمكن من تطوير الشركة، تطوير مشاريعها، تطوير منتجها، دخول أسواق جديدة، وبالتالي سوف يتحول إلى عائد مادي على المدى البعيد. أحمد يعطينا مثال رائع في الحقيقة، مثال جوجل. أنا أتمنى على الجميع أن يدخل اليوتيوب يشوف أسلوب جوجل في إدارة الموارد البشرية، حقيقة شيء رائع. وتصنف جوجل دائما في تصنيفات الموارد البشرية على مستوى العالم، عندها مدة طويلة وهي مصنفة الأولى، نظرا لبيئة عملها اللي حقيقة خيالية خيالية للغاية. نعم بشكل جميل وروعة. نعم يا أحمد روعة. إذا أيضا لكن نضيف صوتي نضيف بذور عن صوت بذور عندما قالت حتى على المدى القصير عندها عائد مادي. لماذا عندها عائد مادي؟ لأنه في الحقيقة في بعض الشركات ميزانية الموارد البشرية هي ميزانية ضخمة وضخمة للغاية. شمال تقول إنه في جوجل الموظفين لا يريدون الخروج منها، وهذا كلام صحيح، عندهم نسبة الدوران ضعيفة جدا، نسبة خروج الموظفين ضعيفة جدا. عبد الرحمن يقول ما هو السؤال؟ السؤال في الحقيقة قلنا إنه حتى على المدى القصير نقول لكم انه اداره الموارد البشريه
تحقق أرباح كبيرة وضخمة للشركة. كيف ذلك؟ لو نأخذ مثلا شركة كبرى مثل شركة أرامكو أو سابق، كيف تتصورون ميزانية إدارة الموارد البشرية؟ هل هي ميزانية ضخمة ولا ميزانية بسيطة؟ هي ميزانية ضخمة جدا. نعم يا أحمد، ميزانية ضخمة وضخمة. تخيلوا معايا لو مدير الموارد البشرية طلع قانون جديد، نظام جديد في الأجور ولا في الرواتب، ولم يدرج ذلك النظام في الرواتب، وأخطأ، وبالتالي ربما ضاف لكل موظف ضاف له 100 ريال إضافية، كم تتصوروا خسارة الشركة؟ كبيرة. شفت إنه لما تكون عندك قسم كبير في إدارة الموارد البشرية وميزانيته كبيرة جدا، فبالتالي لإدارة الموارد البشرية عائد مادي قصير المدى، وذلك وكذلك أيضا عائد مادي طويل المدى. نعم يا فردوس، المسؤولية كبيرة، لأنه مثل ما يقول أحمد رواتبهم ضخمة وعدد موظفينهم أيضا ضخم وضخم جدا. ممتاز. إذا اتفقنا أن إدارة الموارد البشرية هي مركز ربحي. نمر نناقش نقطة في آخر هذا الفصل الثالث. في تلك النقطة يقارن الكاتب بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الأفراد. وسؤالي هو كالآتي: ما الفرق بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الأفراد، أو بلغة أخرى أيهما أحدث وأيهما أقدم؟ الأفراد، كل الأفراد، الموارد البشرية المميز فقط. أحسنت، إجابة رائعة يا مشرف، عجبتني كثيرا. أحمد يقول إدارة الأفراد يعني شو الموظفين. نعم أحمد، إجابة رائعة. الأفراد نظرة واحدة غير تفرقة. نعم إجابتكم رائعة حقيقة، ما شاء الله عليك. إدارة الأفراد لا هي الأقدم، إذا كانت تسمى بإدارة الأفراد وأصبحت الآن تسمى بإدارة الموارد البشرية. سؤال يطرح نفسه: لماذا تغير المسمى؟ لماذا انتقلنا من إدارة الأفراد إلى إدارة الموارد البشرية؟ هل هي مجرد تغيير للمسميات أم أن هناك تغيير جذري؟ شيماء تقول بسبب الشمولية. وفاء أعطتنا إجابة رائعة للغاية. وفاء حقيقة نحييك على هذه الإجابة، إجابة ممتازة. تقول أن إدارة الأفراد عندها دور تنفيذي والموارد البشرية دور استراتيجي، وبهذا لخصت كل ما يمكن قوله. إدارة الأفراد هي تلعب دور تنفيذي. من يقرر إذا؟ إن كانت إدارة الأفراد لا تقرر، من الذي يقرر؟ إدارة الأفراد على فكرة هي في بداية القرن التاسع عشر، لو تذكروا مبادئ الإدارة، تذكروا تايلور، وتذكروا الإدارة التقليدية ومركزية القرار والأشياء هذه كلها. إذا هل كان العنصر البشري مهم في تلك الفترة؟ هل كان العنصر البشري مهم في بداية تأسيس الشركات وبداية النهضة الاقتصادية؟ كيف كان ينظر العنصر البشري؟ سارة تقول لا، محمد، أحمد، ويا سارة، رنا، فردوس. نعم هو منفذ، بس سارة أعطتنا كلمة جميلة، كان ينظر له كالآلة. نعم عفاف، هو مجرد، لكن من الأفضل، الآلة ولا الإنسان في تلك الفترة؟ الآلة أفضل. لماذا؟ لأن الآلة تستمع إلى الكلام، لأن الآلة تنفذ ما يطلب منها بحذافيره، أما الإنسان فعنده مشاعر.
مشاعر واحاسيس وتقلبات نفسيه، مره يعمل ومره ما يعمل، وبالتالي يصعب التحكم فيه وهو لا يريد العمل بالنسبه لهم في تلك الفتره، انه الانسان يحتاج الى مش رعايه، يحتاج الى مراقبه يبدون، ويحتاج الى متابعه، ويحتاج الى عقاب حتى يعمل. فبالتالي دور مدير الموارد البشريه في تلك الفتره هو ماذا؟ دوره انه ماذا؟ دوره انه يراقب. نعم احسنت يا احمد، دوره انه يراقب ويتابع وينفذ القرارات الصارمه التي اتخذتها الاداره العليا. سؤال بسيط لكم، لما اجتمعوا كبار الشركه في تلك الفتره توب مانجمنت، هل يجلس معهم مدير الموارد البشريه على الطاوله؟ بشرى تقول لا، اذا هو لا يجلس معهم، لانه دوره هو في الحقيقه ماذا؟ دوره تنفيذي، اذا يعطي الاوامر ويسهر على تطبيق تلك الاوامر، يقرر عن المستوى في مستوى الاداره العليا، ثم تمرر تلك المعلومات لمدير الافراد حتى يسهر على تطبيقه. الان السؤال اللي يطرح نفسه، هل الآلة أفضل أو الإنسان أفضل؟ بدور الإنسان تقول، ريما يا وفاء خلود ميلان سلاف صحاب وليد. نعم نعم سلاف أحسنت، لأن الإنسان هو المبدع. نعم ما شاء الله إجابات رائعة. لماذا الإنسان أصبح الآن أفضل من الآلة؟ هو اللي اخترع الآلة، لأن الإنسان هو اللي عنده المعلومات ودور الخوف، هو اللي شغل الآلة، لأنه صاحب فكر. أحسنت يا بشرى إجاباتك رائعة، لأنه صاحب فكر ويمكن نسيت الباقي يطور نفسه. في الحقيقة حتى نعطيكم مثال يبرز الفرق بين الآلة والإنسان، لما تشتري آيفون آخر براند نيو آيفون آخر رفعة، كم السعر الآن؟ خلينا نقول مثلا 4000 5000، خلينا ناخذ، اختلفت كل واحد والسوق اللي يشتري منه، خلينا نقول يلا ناخذ رقم 4000 رمز. لو قلنا انه 5000 الايفون، جمال قال لك 1000 صيني. لو ناخذ احنا السعر 4000، 4000 ما هو سعر الحديد والبلاستيك الموجود فيه؟ كم تقدر تكلفة الحديد والبلاستيك الموجودة في الآيفون؟ لو نقدر سعرها، كم تتكلف علينا البلاستيك؟ حتى 22% ما أتصور، أنا نتصور يمكن 200 ريال من 4000 ما يجي مبلغ كبير، معناه يمكن كل العملية كل 200 ريال حديد وبلاستيك. إذا ال 4000 هي سعر ماذا؟ هل هي سعر الحديد والبلاستيك؟ ال 4000 هي مش سعر الحديد والبلاستيك، هي سعر ماذا؟ هل هي سعر الشكل يا بشر؟ هي نعم يمكن يكون فيها الشكل، ولكن الشكل هو جزء من مخيلة ماذا؟ من الشكل هو جزء من مخيلة وإبداع وابتكار وتطوير من ساهرة على ابتكار ذلك الجوال. إذا اللي يصنع الفرق هو، نعم يا هدى، يصنع الفرق هو الابداع، والسعر اللي ندفع فيه للايفون هو مش سعر الحديد والبلاستيك، ولكن سعر العقول التي عملت على انجاز ذلك الايفون. ندفع في سعر جوانب غير ماديه تتمثل في الابداع والابتكار والمميزات التي يقدمها لنا ذلك الجوال. اذا من هو مصدر الابداع؟ من هو مصدر المميزات المختلفة؟ إذا هو الفكر البشري مش الآلة، وبالتالي أصبح الإنسان هو أهم وأبرز مورد من موارد الشركة، وهو المصدر الأساسي للقوة التنافسية للشركة. إذا في شركة ناجحة في العالم فهي نجاحها
نعزوه لمن؟ نعزوه لموردها البشرية، لقدرات مواردها البشرية. نعم أحسنت يا هدى، لهذا لابد أنه نسهر على تطوير الذات، تطوير ذاتنا كمدراء، تطوير ذات موظفينا. كل واحد فيهم يصبح طموح، عنده عزيمة، عنده إرادة، ويؤمن بقدراته على صناعة التغيير وعلى الإبداع والابتكار. ممتاز. وأيضا أعطيكم دليل آخر بسرعة، ما ودي نطول في هذا. لو نضرب الشركات الكبرى في العالم، في فورتشن 500، ما أدري تسمعوا بها ولا إيه، هو تصنيف فورتشن للخمس شركات الأغنى في العالم. معظم هذه الشركات مثل جوجل، مثل فيسبوك، مثل أبل، اتش بي، كلهم بدأوا من وين؟ بدأوا من الصفر. وأكثرهم بدأوا من الأمازون، جيف بيزوس، بدأوا من الجراج. أكثرهم بدأوا من الجراج، وفي كتاب جميل يتكلم عن الجراج وقصة الجراج مع الانتربرنورز، كيف أن معظم الشركات بدأت من الجراج. اللي يبدو يساوي المشروع يفكر في العملية. إذا نمشي إذا الكاتب بيعطينا أوجه التشابه وأوجه الاختلافات. أنا لخصها في كلمتين قبل ما نمر للنقاط. إنه يتشابهوا في ماذا؟ إنه الاثنين يركزوا على العنصر البشري داخل الشركة، إنه الاثنين بدهم يحطوا الرجل المناسب، يضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن هناك اختلاف كبير جدا. الأولى دورها كان تنفيذي، أما الثانية فهي محور الإدارة الاستراتيجية. وأول من يجلس على طاولة التخطيط الاستراتيجي هو مدير الموارد البشرية. نعم، ما شاء الله، أمثلة كثيرة قدمتوها، برافو مهر، ممتاز. إذا أوجه، نبدأ مع أوجه الشبه. الاثنين يعتمدوا على الاستراتيجية الكلية، واضح. التعاون بين المديرين التنفيذيين ومدير الموارد البشرية أيضا، والمدير المهتم بالموارد البشرية أيضا، هذا يتشابهوا فيه. احترام الفرد يتشابهوا فيه. وضع، لكن احترام الفرد كل واحد ينظر له، هذا ينظر له كفرد قوة جسدية، هذا ينظر له كفرد قدرات عقلية وقيمية ونفسية. وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، الاعتماد على نفس تقنيات الاختيار والتدريب. توجه كل منهم مع عناية خاصة للاتصال مع العاملين. نعم، ولكن فحوى الاتصال وطريقة الاتصال هذه أيضا تختلف. أوجه الاختلافات، تركيز الأفراد على غير المديرين، لكن إدارة الموارد البشرية تركز على الكل. تعتبر إدارة الموارد البشرية نشاط متكامل. تؤكد إدارة الموارد البشرية على أهمية اشتراك الإدارة العليا في إدارة الثقافة التنظيمية، وإلى ما ذلك. في 4 و5 أيضا، إدارة الموارد البشرية تلعب دورا أكثر محورية لطبيعتها الاستراتيجية. إدارة الموارد البشرية تعتمد بالأساس على فلسفة الإدارة العامة. ممتاز. إذا بهذا نمر للمحاضرة الرابعة. وفي المحاضرة الرابعة نتكلم على تحليل وتصميم وتوصيف العمل. جاهلين؟ أين نحن الآن؟ في أي محاضرة؟ في المحاضرة الرابعة يا بشر. نحن الآن في المحاضرة الرابعة، نتكلم على تحليل وتصميم وتوصيف العمل، ونطرح عليكم السؤال الآتي: ما الفرق بين الثلاث مصطلحات؟ ما الفرق بين تحليل وتصميم وتوصيف العمل؟ تجميع المعلومات، بشرى، هدى، تجميع المعلومات، تحليل عمل، توصيف، وصف. ممتاز. ربما في الحقيقة، ربما ما لدي هناك ربما ملخص معين يحاول أن يقدم نفس الإجابات التي يراها أمامه، لكن نحن نريد أن نتمعن ونفهم المعاني
اكثر منه انه نرددها كما هي، وبالتالي نبح عليكم السؤال. في الحقيقة عملية تحليل وتصميم وتوصيف الوظيفة تتشابه كثير كثيرا مع عملية بناء منزل، وحتى نبرز الاختلافات بين 3 مصطلحات نستعين بهذا المثال بناء منزل. لو واحد فيكم عنده منزل، عنده قطعة أرض ويريد أن يقوم ببناء، ما هي أول خطوة يقوم بها؟ بشرى قالت الأساس، سارة قالت المصمم، إذا لابد أن أول خطوة يبني الحال ولا يجيب مهندس؟ بشرى تقول مقاول، نعم، إذا لابد أنه يعتمد المهندس. خلينا نشوف طريقة عمل المهندس، أول شيء يقوم به المهندس ما هو؟ هل يبدأ في التصميم أحمد؟ هل يبدأ يصمم على طول البذور؟ يبدأ بالرسم، يأخذ التخطيط، يجمع مع برافو وفاء، يجمع معلومات. أول شيء يقوم به المهندس قبل ما يساوي ولا شيء إنه يجمع معلومات. معلومات على إيش؟ ما هي طبيعة المعلومات اللي يجمعها؟ قياسات، ريما تقول، نعم، ريما تقول قياسات عن الأرض، بذور، ما هي مساحة الأرض، الأبعاد، نعم، قمر، نوعية التربة، يسار أحسن دي، حتى يعرف العمق الذي يمكن أن يمتد إليه البناء، نعم، المياه الجوفية، أحمد، نعم، يأخذ معلومات حتى من عند صاحب البيت، ما هي رؤيته للمنزل الذي يريد أن يسكن فيه، هل هو طابق واحد، دور، دورين، الباب من وين، من الناحية الشرقية، الغربية، الطريق من وين، إذا يجمع معلومات. أول شيء إذا يجمع معلومات موضوعية عن الأرض، ولكن أيضا معلومات غير موضوعية تتمثل في رغبات صاحب نعم أحسنت يعني في شمس وين، هذه جديدة، هذه فيها إبداع وعبقرية. إذا يجمع معلومات، بعد ما يجمع المعلومات يروح للمكتب ويبدأ العمل، وبالتالي هنا مثل ما قال فرود يبدأ بعملية إيش؟ التصميم. إذا يبدأ التصميم وفقا لحسابات معقدة وغيره، صح ولا لا؟ وآخر خطوة عندما يقوم بالتصميم النهائي يقوم باستدعاء صاحب البيت حتى يريه ماذا؟ التصميم النهائي. السؤال يطرح نفسه، هل يريه كل شيء؟ هل يريه كل المعلومات المتوفرة لديه من حسابات معقدة وغيره؟ لا طبعا، نعم، لا يريه كل شيء، ولكن يريه الأشياء المبسطة التي يفهمها مثل الخريطة النهائية، الرسم النهائي للمبنى. إذا نعم يا بشرى، يعطيه الزبدة الواضحة. إذا هذا هو ببساطة الفرق بين التحليل والتصميم والتوصيف. إذا التحليل أي خطوة في العملية اللي ذكرناها؟ التحليل هو يتمثل في ماذا؟ الأولى اللي هي جمع المعلومات، برافو بشرى أحسنت، اللي هو نعم خلود، اللي هو جمع المعلومات. نبدأ بجمع المعلومات على الشركة، نشاطها، كمية الموظفين اللي فيها، وإلى ما ذلك، رغبة صاحب العمل، كيف يحب الشركة، إذا نجمع معلومات. ثاني خطوة نصمم ماذا؟ نصمم الهيكل الوظيفي. ولكن حتى نصمم الهيكل الوظيفي هناك معلومات كثيرة. لما يكون عندنا واحد راح يشتغل في الوظيفة، هل نعطيه الهيكل الوظيفي كله؟ لا، نعطيه ماذا؟ نعطيه وصف بسيط لمهام وأنشطة وظيفته، وهذا يعتبر الوصف الوظيفي. نتمنى أن المعلومات كانت واضحة. وصلنا لنهاية حلقتنا، كانت حلقة سريعة وسريعة جدا، مرت كالبرق، انبسطنا بها كثير بتفاعلاتكم، فشكرا لكم على الحضور وشكرا على هذا التفاعل. دمتم دائما في على نفس هذا المستوى من الحماس والإقبال على العلم والمعرفة، ونلتقيكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. لكم مني كل التحية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.